ايوه يعني الحاجه وصلت ولا لسه؟ وصلت بس لسه ما دخلتش، هستنى يومين ثلاثه كده لحد الجو ما يهدى عشان اعرف اعديها من غير مشاكل. انت عارف ان هما دلوقتي بيدوروا عليا، وده اللي انا عايز اكلمك فيه. طب تتكلم، امال احنا اتقابلنا ليه؟ عاوز تكلمني في موضوع خالد مش كده؟ اللي عمله فيا لازم يترد عليه يا باشا. وانت قد اللي ممكن يحصل لو رديت عليه؟ اللي يحصل يحصل، بس انا ما اتعودتش اسيب حق يا باشا. وانا كمان ما اتعودتش ادخل نفسي في مشاكل بدون سبب. بس يا باشا. ما بسش، انا خلصت كلامي، اياك تقرب من خالد، انا محتاجه دلوقتي. وبعد ما تخلص معاه انت كمان محتاجه. انا ليه؟ طيب ركز معايا وانا اقول لك ليه. يعني انت يا استاذ عمرو ما زلت مصر على اقوالك السابقه؟ موكلي قال الحقيقه كامله في التحقيقات وما خباش حاجه، ايه اللي هيخليه يغير اقواله النهارده؟ بعد اذنك انا عايزه هو يغلط. فندم انا قلت كل اللي عندي. ادهم بيسمح لي، انا مش شايفه اي مبرر لاحتجاز موكلي لغايه دلوقتي، مفيش اي دليل ادانه ضده، ولو حضرتك بعت الملف بتاعه لاي قاضي ما اظنش ان هو هيجدد حبسه. تحب نجرب؟ زي ما تحب، بس اسمح لي اعرض الموقف قدام سعادتك. تحريات المباحث ما جابتش جديد، وكل الموجودين هنا حاولوا بكل طريقة انهم يوصلوا لأي حاجة ضد موكلي، وبحماس زيادة شوية، بس معلش المهم انهم ما قدروش يوصلوا لأي حاجة لحد دلوقتي. اديكي قلتيها يا استاذة، لحد دلوقتي. سيادتك عارف ان حكم محكمة النقد بيقول ان تحريات المباحث لا تعبر الا عن وجهة نظر مجريها، وهي قرينة لا ترقى لمرتبة الدليل، يعني طول ما المباحث ما وصلتش لدليل قطعي يبقى كلامهم لا يعتد به. استاذة نهى، احنا بنتكلم على جريمة قتل من الدرجة الاولى، والاستاذ عمرو هو المتهم الوحيد فيه. استاذ عمرو في القضيه دي شاهد مش اكتر، وهو شاهد بكل اللي يعرفه، وانا اوعدك لو ظهر له اي معلومات جديده تفيد في القضيه دي هو هيجي بنفسه ويدلي بيها. يتم اخلاء سبيل المتهم بضمان محل اقامته. عمر انت سايبه الباب مفتوح؟ انت ايه ده؟ ايه يا بنت في ايه؟ يا نهار اسود، ايه اللي عمل فيكي كده يا بنت؟ انت يا بنت في ايه اللي حصل؟ انت بلعت لسانك ما تتكلمي. مالك؟ استاذ عمرو، هل حضرتك كنت واثق من النتيجه اللي انت وصلت ليها دي؟ اولا الحمد لله، ثانيا انا طول فتره المحنه دي ما فقدتش ثقتي في ثلاث حاجات، في ربنا سبحانه وتعالى، وفي القضاء المصري، في المحاماه بتاعتي الاستاذه نهى رشاد اللي بجد لولا مجهودها معايا عمري ما كنت ممكن اخرج من الازمه دي ابدا. طب انا حاسبك اخلص الاجراءات. استاذ عمرو، بتقول ايه لرجل اعمال جمال الشربيني اللي اتهمك بقتل بنته واستعان بمذيع تاني لتقديم برنامجك بعد القبض عليك بفتره قليله؟ اقول لجمال بقى في حياتك، اقسم بالله العظيم انا بريء من دم بنتك. اما بالنسبه للبرنامج فدي محطته هو حر فيها، مهما حصل انا عمري ما انسى فضل جمال عليا. وبعدين برنامج كمان بيقدمه المذيع المشهور ايمن اللي بجد من كل قلبي بتمنى له كل التوفيق الفتره اللي جايه دي. شكرا، بعد اذنك. شكرا. هو ازاي عمرو ياخد افراج النهارده؟ اه المحاميه الزفت بتاعته طلعته، ازاي ده حصل؟ طبعا ما انت ولا بتعمل حاجه. انا ماليش دعوه، انا ليه ان عمرو يرجع السجن تاني ولا هاخد حق منه بايدي، واللي يحصل يحصل بقى. الليلة ماليش دعوة، الليلة حاجة من الاتنين تحصل، عمرو يرجع السجن أو هعمل فيه زي ما عمل في ليلة. طيب أوكي أوكي خلاص، يلا سلام سلام.